90 سنة مرت على افتتاح فندق المامونية، جوهرة السياحة في شقها الممتاز. تصنيف كرسته القناة الإخبارية الأمريكية فوكس نيوز بمنح المامونية المرتبة السادسة من حيث أجمل القصور السياحية في العالم. هذا التصنيف يكافئ جودة الخدمات والاستمرارية التي حافظنا عليها منذ إعادة افتتاح المامونية في 2009، أي التكوين المستمر للمتعاونين وإعطاء الأهمية للخدمة الممتازة. هذا يشرف كل العاملين ويشجعنا على تحسين استقبالنا للزبناء. يمتد قصر المامونية على 13 هكتارا، 8 منها للحدائق والنباتات العجيبة. يشتمل على 200 غرفة وجناح وأربعة مطاعم كبرى تتنوع بين المطبخ المغربي والإيطالي والمتوسط والعالمي. المامونية تحفة ساهمت بشكل كبير منذ إنشائها بداية القرن الماضي في إشعاع مدينة مراكش وتقوية تموقعها كوجهة للسياحة العالية الجودة. يجمع قصر المامونية بين عبق الأصالة ومستجدات السياحة العالمية. قصر بتاريخ كبير سبق أن استضاف شخصية وازنة من عوالم السياسة والفن والرياضة كوينستون تشرشل وألفريد هيتشكوك وأميتا باشان وشاروخان.